أهلا وسهلا بكم أصدقائي، ومرحبا مجددا في قناة فيديوهات عسكرية. كما تشاهدون، إيران تنشر فيديو لتزود إحدى طائراتها بالوقود أثناء الطيران، وذلك في رسالة إلى الأعداء عن مدى استعدادها وجهوزيتها العسكرية. ولقد سعت إيران منذ انتصار الثورة الإسلامية على تحصيل القوة العسكرية عبر شراء الأسلحة وتطوير الصناعات العسكرية المحلية بخبرات مهندسين إيرانيين. Two thousand.